واش تريدون؟ نريد نخدم عندك. انا ما اريد خدم. لا شيخ مثلك يلبس الهدوم لازم يكون عنده هم وحشم. انا قلت ما اريد خدم. نغسل لك ونسرج خيلك ونطبخ بعد. اي واللي تريده نصير رجالك وربعك. يقول يا داود شبيه كان يريد يطير. والله عقلك يريد يطير. وهر وهر. اي فرج. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شوف يا لورانس، هذيل الأتراك يبدو أنه ما راح يمررونها بسلام. إيش صار طال عمرك؟ الحين جاني خبر أنهم سدوا علينا طريق بير سعيد، يعني ما بقى لنا من ميناء ينبع. رخص لي أسير ينبع، أطلب الأسطول وجهز الحامي، والباقي عليكم. الباقي على الله. بأمان الله يا لورانس. ما عرفت منه هذا الضابط يا مولود؟ لا سيدي، الظاهر هذا واحد من الرجال اللي اجوا ويا فخري. هذول تدربوا بألمانيا. يتدربون وين ما يتدربون، واللي خلق الخلق طالما تلال بايدينا ما يدخلون. زين، وش رايكم نتفقد الرجال؟ الحقون. تفضل. ألا تبدو قواتك مكشوفة لهم في هذا المكان؟ لا أعتمد كثيراً على القوات المتواجدة هنا. بعد معارك مختلفة تبين لي يتركون تلالهم ما أن يضربوا بالمدافع. وكيف ستؤمن مدافعك؟ سأزرعها ليلاً، ومع الصباح الباكر سأدك تلالهم دكاً. وهل من خطة للسلاء على ينبع؟ إذا ما اجتزنا هذه الممرات ينبع أمامنا، وراهن على خيانة ما بين صفوفهم. هل رتبت الأمر؟ الرجل ينتظر في الخيمة فخر باشا. عفارم غالب بي عفارم، عندما تحتاج الطائرات ستكون هنا. سيدي سرح. ها وشلون العزيمة يا الشام؟ تمام التمام سيدي، لهلا ما حدا منهم بين. اسمع، اساءت الامور لا قدر الله تنسحب يم جبل غيدة عند الكتيبة المصرية. انت غالى علينا، ما ودنا نخسرك. ولا يهمك سيدي، ما راح يصير لك الخير يا مولود. نعم سيدي. تفقد المدفعية، أنا وناصر ودنا نتفقد رجال كريم. أمرك سيدي. بايك عدو، في أمان الله. في أمان الله سيدي. We'll be right back.
يا هلا يا حي الله يا حي الله هلا ورحب. وقال لي حيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا رجال، حياكم الله اخواني. ترى المعارك هذه برجالها، وانا اشهد ان انتم رجالها وانتم اهلها، وانا عارف ومتوكد زين ان التركي ما يمر منها، بعون الله وعونكم. ومعاكم كريم ما شاء الله عليه، هجان ونزال وفزاع بعد. وانت راع الهجن يا سيدنا والكل يشهد. تسلم يا كريم. اسمعني زين، التركي ما ندري متى يهجم، لكن انا متوكد انه ما يمر الا بحاله واحده، اذا كنتوا لا سمح الله نايمين انت ورجالك. الله يسامحك يا سيدنا، انا ما انام والواجب يناديني ابد. زين الكلام زين، كان يبقى الفعل. وش تقصد يا طويل العمر؟ لك سوابق يا كريم، لكن ما ودنا نفتح المواضيع هذه، خلنا انا وانت نركز على هدفنا. ابشر يا سيدي، ابشر طال عمرك. الله ينصر العرب. الله ينصر العرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلبي ما هو مطمن يا ناصر. ولا بعد يا سيدنا. وبعد امرك انا مرت. اقود رجال كريم بدل منه. لا 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 يا ناصر لا. انت ما تعرف كريم زين، كريم يريد زعامه. واذا سحبناه من الزعامه رجاله ما تحارب. ما قلته، واني ماني منافس له. ادري يا ناصر ادري. لكن اخاف ان كريم هذا يفكر بابعد من زعامه قبيلته. والحين ما هو وقت التنافس. أودك مرتاح؟ آه، ما بدي وقت للراحة، لزوم نوصل بسرعة. ظنيتك تكون تعبت. الحقيقة تعبت، بس ما نقدر نرتاح. شرفتنا بلقائك جناب الباشا. أهلاً، أهلاً وسهلاً. الشيخ سلمان يقول إن قواتهم الهجانة متمركزة في جهة الشمال، وإن اختراقها ليس أمراً صعباً، لأن قائدهم ليس ملتزما بالولاء لفيصل. وهل كريم هذا إلى جانبنا؟ عن قريب جناب الباشا، عن قريب بإذن الله. جناب الباشا، كريم يغار من سيطرة فيصل على رجاله. نحن لم ننسى أبدا سعينا للقب الباشا الذي تستحقونه. بارك الله بيك يا جناب الباشا وطال عمرك. أنا ورجالي مستعدين نرشد قواتكم حتى ينبع. طيب شيخ سلمان أفارق، إن كل من يبقى مع قوات الدولة العثمانية يستحق المكافأة، وأيضا يحمي قبيلته من هجومنا، فنحن لن نرحم الخونة أبدا. صحيح جناب الباشا، الخاين يستاهل العقاب. هل نثق بمن يخون قومه؟ نحن لا نثق به، نحن فقط نستخدمه. هو رجل لامح ويجب أن نستفيد منها. أنت رجل ناجح في المعارك غالب بي، لكن تنقصك الخبرة السياسية. سأمر المدفعية بالتحرك ليلا. ليلا؟ ويرصدون تحركات مشاتنا في النهار، وفي الليل سأحرك مدفعيتي. اترك لي هذا الشأن فخري باشا، لقد اعترفت لتوك بأنني ناجح في المعارك.
فرانس؟ كنت سأقتلك. بل عني هذا المسدس يا كارلات. ما هذا التنكر يا لورانس؟ لقد ذهبت بعيدا جدا في هذا. بل أنا الآن أصبح ضابطا في الجيش العربي. ألن تتعثر بهذا الثوب إذا ما اضطررت لمواجهة؟ بس ليس من عادتي أن أخوض مواجهة مباشرة مع أحد. من جهة أخرى، لو لم يكن هذا الرداء مناسبا للصحراء لوجدوا أفضل منه. لن تقنعني أبدا بارتداء واحد. إذا كنت تريد أن تصبح واحدا منهم فعليك به، إنه مريح في الركوب والخروج. سيد جارلان، ماذا هناك؟ يريدون السيد لورانس حالا. اكسكيوز مي، وش صار كمان يا طفاس؟ زيد وقواته ادخلوا ينبع. وين صاروا الحين؟ الدار البلدية. زين، اركب اركب. يا شباب، كان بي عندكم حاجة، بعون الله بعون الله لنقضيها. هذه الأيام صعبة علينا وعليكم، وكان تريدون شيء بعون الله لنبيكم إياها. زين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شريف زيد. إيه، بكاد إنك لورانس، وزادت معرفتي بيك من شفتك بثوبنا. تشرفنا جناب الشريف. وصلتنا أخبار معركتكم. غدر، خذونا غدر. الغدر ما يبرنا، هذه نقطة للقائد التركي. بالله كلامك صحيح، وبعون الله اللي ردها. خلينا موضوع ينبع. وصلتنا أخبار من أخونا الشريف فيصل يريدنا نحصن المدينة، وكادنا منا مرتاح بمعسكره. القائد جارلاند عنده خطة تحسين جاهزة، وأنا بعتت برقية القائد بويل يبعث لنا سفن تحمينا من البحر. الله يبارك فيك. تفضل يا لوران، تفضل. نسلم عليكم. مدى افتهم هذا التكتيك؟ انهم يقفون خارج مدى مدفعيتنا. يعني لو احنا نتقدم لهم ويتقدمون ويصيرون قريبين من خطوطنا. إذا خسرنا هذه التلة سوف نخسر كل شيء. أشعر بأننا مخترقون. يعني أكو جواسيس بيناتنا؟ إنهم يعرفون كيف نتحرك وأين تتمركز وتتموضع قواتنا. الشريف فيصل لازم يعرف بهذا الموضوع. قد حانت ساعة الصفر لهذه المعركة. آمل ذلك، ولكن علينا التروي قليلا فيما نفعل يا سيدي. ماذا تقصد غالب بيه؟ علينا اختيار اللحظة المناسبة للهجوم. أن نكون نحن البادئين به. لا
ليس صحيحا دائما يا سيدي، فمعظم المعارك التي خسرناها مع العرب كان السبب هو مبادرتنا في الهجوم. ماذا تنتظر إذن؟ أن يخرجوا ويهجموا علينا؟ أحاول كسر توقعهم. أطلب منك يا سيدي أن تعطينا الأمر بالتحرك، فقد حانت الآن ساعة الصفر. فلتبدأ بالتحرك إذن. بأمرك يا سيدي. شوف يا ناصر، بقول لك شيء، إذا وصلت رسالتي لأخوي زيد نكون حاصلنا الأتراك بوادي ينبع. الخاسسين بلشوا بالقصف يا سيدنا. هذا مولود يا عسى خير إن شاء الله. هاي مولود، من وين يجي هالقصف؟ سيدي مدافعهم مخفية، الظاهر يركزون القصف على هالجانب الميسر. وليش مدافعنا ما تضرب؟ ما نقدر سيدي، مواقعهم خارج مدى أسلحتنا. يا جماعة الخير، لزمنا ننطلق من ها قبل لا يخترقونا ويحاصرونا. يلا الله أكبر، يلا هرجان، يلا الله أكبر، الله أكبر، رفيق إنهم قادمون. ماذا تأمرون سيدي؟ جهز المدافع للإطلاق. أمركم سيدي. مدافع استعداد، جنود الثاني. راجعوا يا رجال، راجعوا يلا. يلا يا الربع، الكل يهم وراي، يلا. وين عم يروحوا هدول؟ غالب بيه، ما الذي يجري الآن؟
ميسرته رجع. فلتتقطع قوات المشاة إذن. ليس قبل أن أسيطر على التلال، وإلا فسيصبحون هدفا سهلا للقناصين. حسن غالب بي، يجب أن تفعل شيئا قبل حلول الظلام. بأمرك سيدي. رفيق، ركزوا القصف على التلال. أمركم سيدي. يزيدنا كريم وجماعته ينسحبون. وش تقول؟ إيه أنا شفتهم بعيوني. الخاين الجبان. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الزمن الحين ننسحب يا سيدنا. ما هو قبل ما يصير الليل يا ناصر. خذ مجموعة وروح يمراس من الشام يقول له يناوشهم لما يصير الليل. إذا هم ما انسحبوا ننسحب. تأمر يا سيدي. يلا يا رجال. يا حيف عليك يا كريم يا حيف. يا النذل. تراجعت ميسرتهم، لكن بعض التلال لا تزال في ايديهم. اقصفوا التلال، يجب ان نؤمن ممرا فورا، والا فان قواتنا سوف تتقدم ببطء. امركم سيدي. لازم نصمد الليل. بودك يا ابو حسين، طالما في رصاص ما يحلموا ياخذوا هالتل. قول يا رب يا رب. رفيق به. الشمس تغيب وستكون مدافعنا بلا فائدة. ماذا تأمرون سيدي؟ يجب أن نتحرك بسرعة. كونوا على استعداد. أمرك سيدي. أشوف القوات التركية تقدمت وتركز قصفهم. هذا ممتاز، هيك صاروا بمرمى نارنا أكثر. لكن لازم نتحرك قبل الليل ما ينزل. نتحرك؟ هلا بعد ما صار فينا الحق فيهم اصابات اكثر؟ انا معك، لكن الاوامر اوامر وهذه اوامر يصل. لازم نتحرك قبل ما ينزل الليل. لحظة يا ابو حسين، هالرشي بس. يلا يا شامة. يلا يا راسل. يلا.
السلام عليكم. السلام. هاي ناصر، بشر. الخيام ترحلت طال عمرك مثل ما أمرت. زين، طمني وش أخبار راسم الشامي؟ بخير حمد لله. هو الحين مع مدفعه يم مولود، والكتيبة المصرية تحركت يم جبال أغيدة مثل ما أقول لك شيء يا ناصر، اترك لك شوية رجال من قبيلة جهينة ناوشوهم لين ما نوصل الينبع. توكل على الله يصير خير. زين، في أمان الله. بأمان الله يا سيدنا، بأمان الله. اسمعوني نشامة، انك من هان لما تجينا أوامر جديدة من سيدة فيصل. هل تسمعون ما أسمع؟ نعم يا سيدي، إنه صوت رصاص. من أين يأتي هذا الرصاص إذن؟ لا يزال هناك بعض المقاتلين في التلال. يبدو أن غالب بي لم يقضي عليهم بعد. هكذا يبدو يا سيدي. إذن فهم لم يفروا بعد. كلا يا سيدي، لم يفروا. حسنا، هيا بنا. سنعسكر هنا. أمركم سيدي. ما رأيك؟ لا بس، لكني أستطيع الآن أن أمنحك شهادة بصناعة المتفجرات والتلغيم. Thank you. إنه تفاص، ثمة أمر كارثي. هسا عجان الخبر، رجال انهزمت والشريف فيصل بالطريق باشر الصبح يطبون ينبع. الشريف زيد وينه؟ ويا رجال مدخل المدينة. زين، يلا بينا. يلا. سمعت أخبار ما هي بزينة. قبل لا أطلع أنا ورجالي أريد أعرف إذا سفنكم جاي تفزعنا إلا لا. برقية اللي وصلت من بويل بتقول إنهم خلال 24 ساعة هيرسلوا 5 سفن تربط بالمينا. والعمل الحين؟ لسه ال 24 ساعة اللي أشوفه طال عمرك إنك تبقى في المدينة. تقدمك ممكن يعمل فوضى ويخلي المدينة من غير حماية. أخاف الأتراك يلحقونهم. الأتراك قوات نظامية وتحركهم بطيء. الأفضل إنك أنت ترسل قوة تصطاد. أرسلت. زين، لما يوصل الشريف فيصل
نشوف شو نساوي. أنا رايح أبعت برغية تأكيد. لورنس استعجلهم يا لورنس، حنا في خطر، تفهمني؟ الحرب كر، مو هيك تقول العرب؟ كر وفر. هذه الأنواع من المعارك توتر أعصابي، إنهم ما أن يشعروا بقليل من الخطر حتى ينسحبوا. هذا اعتيادي من متمردين جبناء، مع أنني أجده تكتيكا بدائيا، إلا أنه ينفع مع قوات ثقيلة كقواتنا. لابد أنهم الآن يحصنون موقعا آخر. وما هي الحصيلة النهائية من الضحايا؟ سقتيلان وعشرون جريحا. لم نجد أي جثة لمقاتل عربي، لكن هناك احتمال أكيد لوجود إصابات أخرى. حسنا، يمكنك الاستراحة الآن. امشي بهلك. يا طويل العمر، ماذا يجري هنا؟ ألقى جنودنا القبض عليهما في التلال، كانا نائمين. هل يجند العرب الفتيان الآن؟ يقولان إنهما مشردان وليسا مقاتلين. فليتحدث أحدهما. احكي فلد. يا طويل العمر، حنا مساكين على باب الله، كنا سايرين ديرتنا يوم صار الطق والرق، قلنا نتستر بتل، الآن يخق والرق. اي ورق ونعسنا وهمدنا من التعب. يا طويل العمر، وشلون نمتم بين هالمدافع؟ يا طويل العمر، يلي نام جنب داود اللي يشخر مثل البعير ما تقلق منامته صوت المدافع. انا اشخر مثل البعير؟ اي تشخر مثل البعير. تكذب تشخر تكذب تشخر. ولد صدفلا اطلقوهما. يلا روحوا. الله يطول عمرك واكثر الخير يا نشمي. يلا روحوا امان. يا طويل العمر، كان عنا بعيرين جفلا ونهزما من صوت المدافع، مدافعكم. اي والحين شلون نرد ديرتنا؟ والله نموت من البريه. اي لا يبدو لي انهما يملكان جملين. على اي حال رفيق، اعطهما جملا. مكثور الخير. يلا انطينا. سيدي، هل حقا أعطيهما جملا؟ نعم، ولا ضرورة أن يكون جملا سمينا. يلا ما يلا. يا طويل العمر، والبعير حقنا، وش صار بيه؟ يلا ولد، يلا 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 يلا, يلا. يا رج، ما سمينا البعير؟ ترى اريد اتذكر اسم الضابط التركي، ترى والله انه نشمي ابن نشمي. اي تدري شنو؟ خلنا نسميه تركي. تركي؟ اي تركي. يا تركي سايب الفالة، داود وفراج يحبونك. يا تركي ساير بهالفالة، داود وفراج يحبونك. يا تركي ساير بهالفالة، داود وفراج يحبونك. لعنت الله على الخائن، لعنت الله عليه.
تدري يا لورانس، لما بقينا نناوشهم للصبح كانوا قضوا علينا. الحمد لله والشكر، الحمد لله. هذا يؤكد حديثي، المعارك اللي يصير بيها التحام نطلع منها خير. العرب تحارب كر وفر. ايه صحيح، لكن كان بي عندنا فرصة نصدهم. الحين لزوم نمنع تقدمهم بحالة واحدة إذا كان بي عندنا تغطية من البحر. السفن واقفة ومتأهبة. أنا بوشك يا سيدي، أنا بوشك يا سيدي، أنا داخل على الله دم عليك إنك تسمعني بالأول، وبعدين اللي تشور بيه أسوي. كري، وش عذرك يا كري؟ تقدر تقلي ليه تنازلتم عن تلالكم ومراكزكم؟ تريدنا سامحك الحين؟ المدافع يا سيدي هدت حيلنا، ويوم شفناكم تراجعتم ما قدرنا نظل حالنا، انسحبنا. حنا تراجعنا للخط الثاني لضروره المعركه، وانت ليه انسحبت؟ قل لي وش هو عذرك؟ يا سيدنا حنا كنا معسكرين بتلال من الفجر للمغرب، ويوم شفناكم انسحبتم انسحبنا، والجوع والعطش هد حيلنا. لكن يا سيدي حنا رجعنا وظلينا نحارب كل الليل، والحين ربعي رجعوا وصاروا على ابواب ينبع، ومالك على يمين يا سيدنا؟ انا رجعت لاجل اشرب فنجان قهوه، فنجان قهوه وبس. هذا هو عذرك؟ سوي وجهك يا ردي النفس، خويانك يحاربون وانت تشرب قهوه؟ انا افكر بخطه قديمه وجديده طال عمرك. قديمه لان بيها كر وفر، وجديده لان بيها تفجير سكك قطارات. احسنت يا لوران، لكن السؤال اللي يطرح نفسه، حنا عندنا رجال يمتلكون تقنية تفجير هذه السكك ولا ما عندنا؟ طبعا طال عمرك وانا واحد منهم. زين اسمع يا لورانس، بقول لك شيء. انا اشوف اذا امنه ينبع وسويناه قاعدة قوية نقدر ننطلق من خلالها ونفجر سديد، يكون الوضع احسن. وش رايك؟ الوجه لزوم نهجم على الوجه. زين خلنا نفكر فيها. رخص لي اشوف المدافع اللي تنزل على البر طال عمرك. ليه؟ تظن به هجوم الليله؟ لزوم محطات. احسنت. نسلم عليكم. في امان الله يا لورانس. عطنا الحصان يا سفيان. اذا تحركت القوات الحين ممكن نهجم على ينبع وجيش فيصل. لكن هم يرصدون حركتنا، وينبع محصنة جيدا كما أعلم. ممكن الهجوم عليهم من الطريق التحتاني، بس بهالحالة يا جناب الباشا لزوم نسيطر على جبل أغيدة، وبصراحة الجبل صن وبيه مدفعية. أفضل أن أتابع بالاستراتيجية ذاتها، سنبقى خارج مدى مدفعيتهم وسنقصف ينبع حتى يخرجوا منها. وكيف تظن أنهم سيخرجون؟ إنها مسألة صبر. إذا نظرت إلى ما جرى في المسابقة، من يخرج من مكانه أولا يخسر. حسنا أنا أعطيكم الأمر بالتحرك. فلنتحرك فورا قبل أن يجمعوا قواتهم. هل لديك أدلة ترشدنا على الطريق؟